السلام عليكم. الحوار اللي دار اخيرا فوزي القجع يصل صداه الى الاعلام الاماراتي. فوزي القجع قليل الخرجات الاعلاميه، ولكن هذه الخرجه الاخيره كانت موفقه ولقات صدى كبير عند الاعلام العربي، وهو وصل الصدى ديالها للاعلام الاماراتي. فنسمعوا شنو قال الاعلام الاماراتي حول فوزي القجع والحوار اللي دار مؤخرا مع قناه مصريه. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. نختصر في التعليق على بعض الصور. طبعا الأستاذ فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية في تصريحاته في الأيام الماضية وضع بعض الإعلاميين المصريين في مقتل، عندما ذكر أن نقل مباراة الأهلي مع الوداد كان عن طريق طبعا ترشح فقط المغرب، الاتحاد المصري ما بادر بأن تستضيف طبعا هذه المباراة في أن تكون في القاهرة. وكذلك في المحور الثاني طبعا في كلام كثير ان فوزي لقجع هو اللي اختار الحكام، طبعا هذا الكلام غير صحيح. والكلام طبعا كان لقاء شيق من فوزي لقجع، واحد من الشخصيات الرياضيه ابو احمد، اعتقد فوزي لقجع قامه اداريه كبيره وتصريحات كانت رنانه طبعا في الفترات الماضيه. ليس المعتقد، هذا كل تاكيد، نحن فخورين بمثل هذه القامه اللي تشرفنا كعرب، يترأس اليوم اتحاد كرة وصل إلى العالمية. نعم. يقدم عمل نموذجي في كل على كل الأصعدة. هنيئا للمغرب، هنيئا. نعم. أنك عرب. نعم. وجود مثل هذا النموذج الطيب. محمد نعم. والله شو عبد الله، هو يتميز بالصراحة ويتميز بالوقائع. يعني هذا الرجل يعني الإشادة فيه يعني مهما أشدنا فيه ما راح نجزي حقه. الصراحة اللي يتكلم فيها والوقاعة اللي يتكلم فيها ما يمتلكها يعني ممكن رئيس أي اتحاد عربي، خاصة في أفريقيا. الوضع هناك شوي صعب عندهم في أفريقيا، فأعتقد وجه رسالة مهمة للإعلام في تبني الحقائق والتحدث عن الأمور الواضحة. إيه، لأن أنا اليوم أشوف الإعلان هو الجزء الأهم في أي منظومة كروية. فإذا كان الإعلام غير ما يمتلك المهنية وما يكون واضح وما ينصف الأندية في 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 دوري وما ينصف منتخبه، اعتقد هذا الاعلام غير ناجح. نعم. فنجاح اليوم نجاح فوزي لقجع مع المغرب نجاح منظومه متكامله من الاعلام، من العمل الفني، من العمل الاداري، وهذا طلعت نتائجه الان مثل ما تشوفه انت على الكره المغربيه. تهانينا لهم لهذا الشخص. نعم. العظيم. طيب. انا اعتقد وتوفيق للمغرب ان شاء الله. في الاستحقاقات القادمه. نشوف الصوره الثانيه مشاهدينا الكرام. طبعا نهائي مرتقب كبير طبعا بين الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فريقين كبار ابو ناصر، ولكن فريق الهلال طبعا متسيد في هذا الموسم من خلال طبعا الفوز في المباريات. طبعا المغاربة في النهائيات في الشرق وكذلك في الغرب وكذلك في مسابقة كأس رئيس الدولة. سفيان بوفتيني مع فريق الوصل، النصر طبعا اللاعب المغربي كذلك عادل تعربت في نهاية كأس رئيس الدولة. خذ طبعا المغاربة الآن في النهايات في كل القارات، روح نهائي دوري أبطال أفريقيا رضا سليم طبعا لاعب نادي الأهلي المصري، روح طبعا نهائي دوري أبطال آسيا سفيان رحيمي مع فريق العين وعنده مباراة مهمة طبعا أمام يوكوهاما الياباني، طبعا نهائي دوري كونكاف مع طبعا اللاعب في الدوري المكسيكي. حط الصوره عبد الله، وين راحت الصوره؟ رجع الصوره مره ثانيه. الكونكا كاف طبعا لاعب دوري المكسيكي الادريسي، روح طبعا المزراوي لاعب البايرن ميونخ، روح طبعا اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وروح كذلك ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد. في كل القارات موجود طبعا اللاعب المغاربه كابتن محمد. انا اقول بس الله يعين وليد الرقراقي، يعني في لعيبة الآن متميزين وما انضموا للمنتخب، يعني لعيبة خاصة حتى في الدوري الإماراتي نشوف من اللعيبة المتميزين، خاصة بوفتيلي وعندك لاعب النصر تعرب. عادل تعرب. اليوم منظومة الكرة المغربية تبغي تعرف نجاحها تعرف بأسمائها، أسماء اللاعبين اليوم اللي يتواجدون في البطولات الأوروبية والبطولات العربية والبطولات الأفريقية. هذا كل القارات، هذا مكسب كبير جدا. اسيا افريقيا عبد الله، هذا شو يدل اليوم انت تشوف لاعب مغربي يرفع علم المغرب هو لاعب مغربي ويتواجد في دول في الشرق وفي الغرب وفي اوروبا، هذا نتاج عمل مهم في منظومه الكره
في المغرب. وليش الدول هاي ما تتعلم من المغرب؟ اليوم المغرب رابع العالم في آخر بطولة، المغرب قاعد يستضيف بطولات عالمية، المغرب حتى في الكرة الصالات الكرة النسائية، يعني بدأوا يتطورون بشكل كبير بالضبط. أنا حتى وصلت لي معلومة أن نهضة بركان، فريق نهضة بركان عنده أكاديمية متكاملة من المراحل السنية، فيها مدرسة وفيها تغذية وفيها كل شيء. اليوم هذا النجاح في عمل، في عمل. هل المغرب اتجهت لحلول ثانية؟ هل المغرب التعداد السكاني فيها كبير أكثر من مصر؟ هذا السؤال. المغرب اشتغلت على منظومة واضحة في موضوع تأهيلة اللاعبين من الأكاديميات، وخرج هذه الأسماء اللي تشوفونها اليوم قدامكم، اللي موجود فيها في الدوري الإماراتي، واللي موجود فيها في الدوري الإسباني، واللي موجود فيها الدوري الأوروبي. تهانينا صراحة عبد الله، عمل كبير جدا، والله يعين وليد الرقراقي في اختيار الأسماء. الكرة المغربية ولادة، وهذا مش من اليوم، من قديم الأزل، واللاعب المغربي يتكيف في أي بيئة كانت، سواء كانت في الخليج ولا في أوروبا ولا في المغرب. طيب، والشيء الأهم والمهم مثل ما قال أخوي محمد، رأس هرم منظومة الرياضة في المغرب تثق في ابنها وتدعمه بكل الدعم، كل الصلاحيات، كل الصلاحيات، تثق في ابنائها بأن هي عندها مواهب، تدعمهم، تطورهم، تعدهم أفضل إعداد. نعم. واعذرني لو بطلع شوية عن هذا الشيء. تفضل. هذا الشيء اللي مو موجود حاليا عندنا في الإمارات. طيب، عطنا عنوان محمد فوزي لقجع. والله سيد الكرة الأفريقية، أنا أشوف هذا الرجل سيد الكرة الأفريقية في الوقت الحالي، ويستاهل كل الدعم وكل التقدير على اللي قدمه للمغرب والكرة الأفريقية. وهو سبب رئيسي في نجاح كرة المغرب، وسبب رئيسي أيضا في الطفرة اللي قاعد نشوفها في المغرب، أحد الأسباب الرئيسية والدعم، واللي أيضا يمكن تربطها علاقة كبيرة مع الملك، وهذا الشيء اللي بتوجيهات اللي يستلمها من الملك نشوف نحن الكرة المغربية كيف تطورت ووصلت لهذه المرحلة. نشوف الأكاديميات، يا أكثر أكاديميات في الكازا، في الرباط. نعم، في نعم، هذه كل الشغل. يا عبد الله، سمعت له أنا اللقاء، كلامه كله جميل ويدرس. كلمة عجبتني كثير وتدل على تواضع ورقي هذا الرجل. شو اللي هي أبو أحمد؟ سأله المذيع أو المعد هذا، قال له سعادتك أفضل رئيس. السؤال كانت الإجابة في نعم ولا، قال له أنت أفضل رئيس اتحاد عربي أفريقي. قال له لا. قال له لا. كيف؟ قال له لا. قال موجودين كثير من الرؤساء. صحيح. طيب، وأنا وفوزي رجع لا يقود، لا يعمل لوحده، عنده فريق عمل ونجاحي هم السبب الأول والأخير. طيب، زين، فريقي الزمالك ونهضة بركان في قمة منتظرة في بركان في المباراة الأولى، ومباراة ثانية بتكون إن شاء الله في القاهرة، نهائي كبير بين فريقين كبار، البركاني البرتغالي مع فريق الزمالك، طبعا بخطين حمر. نتكلم عن الزمالك وبركان، محمد تقي، مباراة صعبة للفريقين عبد الله، إن شاء الله ترتقي للقمة الأفريقية. للأمانة يعني الفريقين يستاهلون البطولة، قدموا اللي عندهم. يمكن فريق نهضة بركان صعد بسحب الفريق الجزائري، أعتقد يعني راح نشهد مباراة مصرية مغربية على امتداد الكرة الأفريقية، وهذا الشيء يعني يعطي سمعة طيبة للكرة المصرية والكرة المغربية. طبعا سمعة الكرة المصرية والكرة المغربية، الكرة المغربية سمعة كبيرة جدا. نعم، اليوم أثبت أيضا الكرة المصرية أن في أهلي وزمالك إلى الآن، وأثبت الكرة المغربية أن في غير الوداد والرجاء. نعم، هذه نقطة وايد مهمة لتنوع المنافسة في هذه الدوريات. طيب، التي يعني هدف الأول هي تنمية الدوري المغربي والدوري أكيد. المصري. أنا يمكن عندي تحفظ على حكم المباراة الكيني، والله في تحفظ عليه، لأن الحكم ها ودائما في كواليس مخيفة طبعا في الاتحاد الأفريقي. أفريقي. إيه والله. نشوف الصورة اللي بعدها مشاهدي الكرام. نهائي الكاف طبعا، تكلمنا عن فريق الزمالك ونهضة بركان. والله محتاجين البطولة الزملكاوية، 2 مليون دولار ممتازات صراحة، 2 مليون دولار لنادي الزمالك ممتازات. ما هي فرصة تاريخية للأستاذ حسين لبيب
وإدارة نادي الزمالك ولاعبين وكذلك شوية طبعا نترك الأخطاء التحكيمية في المباراة الماضية، يعني أخطاء تحكيمية في الدوري الإماراتي، عفوا في الدوري المصري، وعارفين طبعا الدوري المصري وأخطاء تحكيمية والفار وكلام في الفار وخط الفار عارفينها كلها، ولكن تركيز الزمالك الآن إن شاء الله يكون في النهائي المرتقب طبعا في الاتحاد الأفريقي بين فريقي الزمالك وكذلك نهضة بركان. نقرأ شوية طبعا نتكلم طبعا السلام عليكم أكيد إيرين لا بس عليكم اليوم طبعا الحديث كله الحديث عن ملك الكاريزما تربية الملوك الذي وضع بعض الإعلاميين في مقتل هو فوزي اللقجع ابن البرتغال البركاني ما زال يسيطر اسمه في سماء المغرب هو ابن المغرب الوافي الصادق الأصيل المحب لبلده وملكه هو لقجع الذي ما زال محب للأندية المغربية ومنتخبات بلاده طبعا كل توفيق له في قادم الأيام. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كيف بعد ما تنساوش لايك خلونا رأي ديكم في التعليقات ناس اللي مازال ما مشتركناش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما شكرا اي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف بعد نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.